غادي يتم احداث ديال فنادق جديده، تاهيل وسائل النقل، يعني تاهيل المغرب من خلال هذه الاوراش كبرى، مما سيوفر يعني بالضروره مئات الالاف ديال مناصب الشغل. احنا اليوم في ضيافه مؤسسه الفقيه التطواني كشبيبات حزبيه لمناقشه اولا مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبه افتتاح السنه التشريعيه الحاليه، واللي طرح فيه مساله التحولات اللي غادي تعرف القضيه ديال الصحراء، الانتقال من مرحله التدبير الى مرحله التغيير، الى غير ذلك من الرهانات اللي مفروض على التنظيمات الشبابيه الحزبيه انها تنخرط فيها نصره لقضيتنا الاولى. كذلك كانت مناسبه لطرح مجموعه من القضايا ذات الاولويه، سواء اللي كتناولها الحكومه، سواء كذلك التوصيات والانتقادات اللي كتناولها المعارضه، اللي هو اساسي ان اليوم كان لقاء شبابي بامتياز لمناقشة الوضع السياسي العام، وبالتالي كل يعني كل شبيبة من جهتها. الهدف الأسمى من هذا اللقاء هو تبادل الرأي نصرة لقضايا الشباب، وكذلك يعني بحثا لسبل إرساء الدولة الاجتماعية التي نريد، من خلال كذلك يعني تنزيل النموذج التنموي الجديد، تحقيقا التنمية المنشودة اللي بغينا فيها الشباب المغربي أنه القادة فيها، وأنه يكون مستطاع أنه يفرض الوجود ديالو داخل بلاده بعيدا عن البحث عن تحقيق هذا الوجود خارجه. وطنية للشباب والديمقراطية بشراكة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، باش أنها تأثرنا كشبيبات حزبية بدون تمييز. اليوم حنايا جينا ضيوف عند مؤسسه ديال الفقيه التطواني هنايا بمدينه سلا، كاين واحد اللقاء اللي كيجمع عدد من الشبيبات والممثلين ديالهم من احزاب ديال الاغلبيه، احزاب المعارضه. النقاش بطبيعه الحال كيهم الشباب، اولا كاين المحور الاول اللي كنناقشوا فيه يعني شنو هي الادوار ديال الشبيبات الحزبيه في التاطير ديال الشباب المغربي. ثاني حاجة كنناقشوا كذلك شنو هي السياسات العمومية الموجهة للشباب، ما بين مرحب، ما بين منتقد، ما بين اللي تيقول بلي مازال خاص دار مجهودات أكثر، واللي كيبوانتي دو دوا لي كريتيك اللي خاصهم يتطوروا كذلك، يعني نقاش ودي ما بين الشبيبات حول السياسات العمومية. وبطبيعة الحال كاين الخطاب الملكي السامي اللي كان على قضية ديال الصحراء المغربية وعلى الدبلوماسية الموازية والأدوار اللي خاص يلعبها البرلمان، فحنا هضرنا على الأدوار اللي خاص تلعبها الشبيبات الحزبية في الدفاع على الوحده الترابيه والوطنيه ديال المملكه المغربيه. خاصه انا كنعرفوا باللي الشباب في العالم كامل هما اللي كيديسيديو غدا، هما اللي كياخذوا القرارات غدا، فبالتالي اليوم اننا كشبيبات نربطوا علاقات مع شبيبات ديال احزاب اخرى في العالم كامل، هذا كيعني اننا كنستثمروا فيهم وكنديروا علاقات معهم، لان غدا ولا بعدو يقدروا يكونوا في مناصب القرار، فبالتالي كنناقشوا كذلك هذه النقطه هذه. وفي الاخير كاين النقاش ديال القيم المجتمعيه. اليوم بطبيعه الحال كاين اجيال مختلفه، كيف ما كيكون ديما في جميع الازمنه كاين واحد الجيل اللي طالع، فاحنا كشبيبات كيفاش كنشوفوا القيم اللي كتنتشر في المجتمع؟ واش خاصنا كشبيبات ندخلوا باش ناثروا هذا الشيء، ولا خاصنا نزيدوا باش ندفعوه لقدام، ولا نرضاو به ونخليوه؟ علاش نديروا هذا الشيء؟ حنا بغينا نمشيو عند الشباب المغاربه، بغينا نسمعوا ليهم، بغينا ناخذوا من عندهم الاراء ديالهم، وبغينا نفتحوا الباب ديال الحزب للانتقادات. اللي بغى ينتقد مرحبا به يجي ينتقد، ولكن ينتقد من داخل الحزب، راه ماشي اي شاب كينتقد.